السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. افتتحت اليوم في مدينة سان بيترسبورغ أشغال القمة الروسية الإفريقية تحت رئاسة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي صاحب ومعلم عبد المجيد تبون اللي مبطح له انبطاح كلي في أثناء زيارته الأخيرة لروسيا. والملاحظ أنه في هذه القمة اللي شاركوا فيها يعني عدد كبير من الدول الإفريقية، يعني من ضمن 49 يعني مش من ضمن 54 دولة إفريقية عضوة في الاتحاد الإفريقي، تمت الدعوة توجهت الدعوة إلى 49 دولة، يعني من 54 49 دعاهم بوتين باش يحضروا هذا الإشغال اللي باش يدوم اليوم 27 وغدوة 28 جويلية. الملاحظ أنه تبون غائب، هذا يؤكد على أنه السيد راهو مريض وراهو يعالج في ألمانيا ويعالج بالسرقة، لأنه سرق درهم الشعب، لأنه سراق، لأنه رئيس دولة لما يمشي يعالج في بلاد وراه شان بلاد الفلانية ما يروحش متخبية. اسمع، بوتفليقة كان يروح يعالج، يقول راه راح يعالج، راه في الفال دو غراس، راه في ليزانفاليد، راه في هنا، راه في هنا. أما هذا المرة الأولى هدر، الثانية هدر، الثالثة أوب سكت، يسرق، حيث يسرق راح بالسرقة كما نقولوا احنا بالدارجة، نقولوا راح بالسرقة. وعلاش بالسرقة؟ لأنه دراهم ما قاش بين الناس، يقولوا باش راك داري دراهم الشعب، يقول أبي غندي رايح ندور دراهم الشعب. هادي من ذاك السيد غايب، لأنه لو كان بصحته راهو راح ويبغي يحضر هاد الملتقيات وكامل. دونك يمثلوا أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول أو السفيه الأول. صح، إنه علاش أعطيت عدد الدول اللي حضرت؟ 49 دولة من ضمن 54 دولة عضوة في الاتحاد الإفريقي. إن الدولة عضوة في الاتحاد الإفريقي ولصاق العراية ما تفوت حتى فرصة باش تتكلم عليها وباش تدخل اللازحة، تحط اللاز ديالها. هاي قال هي دولة فريدة من نوعها، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اللي عندها سفارة ولكنها ما تستقبلش سفارة، تبعث سفارة. دونك ما بقاش عندها بزاف، عندها تقريب 50 دولة اللي راهي مستعفة من اللي كان عندها 83، تبعث سفارة ولكن ما تستقبلش سفارة. الأولى، الثانية دولة ما عندهاش مؤسسات حقيقية، البرلمان، مجالس شعبية، مقر رئاسة، صارت لها كيما الجزائر. الجزائر حتى هي ما عندهاش رئاسة، عندها المقر تاعها ولكن ما عندهاش رئاسة، اللي في الرئاسة مزور وماهوش يحكم صح.
لاحظ انه الاساس في الموراليه. والجزائر ما عندهاش ثاني برلمان، عندها مكان بعكس الجمهوريه الصحراويه الديمقراطيه العربيه الديمقراطيه. الجزائر عندها برلمان، ولكن اللي داخل البرلمان ما همش منتخبين، مزورين حتى هو. إذن هذه الجمهورية لو توجد في الصين راح تمشي على خطى عصابة ولاد حرام تاع راية فقرت الجزائر وتكون في هذه العصابة اللي تهدف إلى تفقير الأقاليم الجنوبية المغربية. الصحراء اسمها الصحراء الغربية، واحد ما يشوف الخيرات في هذيك الجهة هذيك تقول غدوة كيما بوليزاريو تزاكات دير، ولكن ما دارت العصابة الجزائر الاستدمار يدمروها كما هاو المثال عندكم هاو في الجزائر. شوفوا واش دار العصابة، حتى الشيء اللي بنته فرنسا هدموها. بلاد غنية شعبها فقير، ما صابش حتى الحليب باش يشرب. هكذا كذا البوليزاريو حابين يديروا العيون والدخلة والسمارة والطنطان كامل يرحيوهم. نو علاش نقول نتكلم على هذا؟ لأنه بون أثناء زيارته إلى روسيا مؤخرا، وكما العادة حدا يدخل اللاز ديالو تاع الجمهورية الصحراوية، استغربوا علاش بوتين يا أخي صاحب الجزائر وكذا ومعدول الطواقة الحرية وهذه في عادات روسيا، ما عرضش هذه الجمهورية أن أعتبرها صفعة أخرى للعصابة الحاكمة في الجزائر. وهذه المرة الصفعة جاتها منين؟ من عند الصديق، جاتها من عند الصديق الروسي اللي تلاح وعنده مسلمين مكتفين منبطحين، قال أأمر يا بوتين وإحنا هنا. بوتين ما يوجهش دعوة لهذه الجمهورية اللي هي عضوة في الاتحاد الافريقي، عضوة في الاتحاد الافريقي، مش لهاش. من المفروض العصابة الحاكمة في الجزائر او على الاقل تلوم سيدي، ما عندها مشجعة تحت يلومه. قالوا علاش؟ لا لا ما تعرضوش شبابنا للجمهورية الصحراوية، وعلاش ما تساعدوهاش؟ أبا ما نساوش باللي العلاقات التجارية ما بين روسيا والمغرب فوق بكثير العلاقات الجزائرية الروسية من ناحية التجارية. نحي السلاح القصدير هذاك ينوالو، القصدير كيفاش؟ بينما المغرب كاين يعني مبادلات تجارية خارج الأسلحة، لأن المغرب ما يشيلش السلاح من عند الروس. وبالتالي روسيا تعمل مصلحتها في المغرب أكثر من مصلحتها في الجزائر. وزيد بوتين ماهوش غبي، يعرف بلي العصابة الحاكمة في الجزائر قادرة بين عشية وضحاها تغير موقف كما دافع مع عدد الدول، لأنه هذه العصابة ما عندها لا مبدأ ولا دين ولا ملك.
لسبب بوتين ما يحبش يعكر علاقاته مع المغرب، وبالتالي لا داعي لدعوة دولة وهمية. ما عندك أرض، ما عندك مؤسسات، ما عندك بالو، قاعد في السحالي ذا بون، قاعد لي هول خدام يتمركو في الزغير، مش عايشين في تندوف في المخيمات، يتمركو لي صرع عفة تاع ناس شو ميلك جايبهم، تقول هادو لاجئين، همش لاجئين، لأنه اللاجئين يقولوا نعاود عنده حقوق اللي مهضومة بالنسبة للناس يراهم في تندوف يقولوا عليهم هادو لاجئين. حقوق تاع اللاجئ انك تعطيه وثائق منهم بطاقة لاجي، تعطيه جواز سفر مش يقدر يتنقل، احتراما لحقوق الإنسان وحقوق التنقل. اللي دا بتزير الجزائري ما صابوش باسبور هذا، الجزائري راه ممنوعين من مغادرة التراب الوطني، يعتبرهم هذي وما تحطوش في ان كون في معسكر، ودراري صغار تروح تلبس معسكر وتجيبهم، لا تجيش هذي، هذي ما تجيش. على الأساس بوتين يعرف مليح اش راهو يدير، ينحك تبون جاب مرمدو بينما شفنا في نفس اليوم كيفاش تعامل مع الشيخ زايد أمير دولة الإمارات، رئيس الإمارات العربية المتحدة، تعامل آخر. تكي عرضوا الملتقى تاع سان بيترسبورغ، قالوا جناح، قالوا جناح باش يعرض فيه المنتوجات تاع الدولة ديالو، بينما الجزائر بلا جناح لا والو باش يعرضوا، عندما يعرض هذا اللي نادم زمي فكر فيه، انه العصابة الحاكمة في الجزائر تلقى صفحات ماشي غير من عند دول الاخرى اللي ما هم صحابهم اللي عديانهم اللي من عند الاصدقاء. روسيا اعطتهم صفحة ما عرضتش الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية. هلا نجيو الآن شوفوا، مادام تكلمنا على الإمارات قبيل، يعني بوتين عامل رئيس الإمارات الشيخ زايد طريقة أخرى، شوفوا واش العلاقات الجزائرية الإماراتية، شوفوا بعد الفاصل.